الاستقلال هو رمز سيادة الشعب، وإذا كان شعب ما هوش مستقل يعني فاقد السيادة، يعني ما عنده حتى شخصية، ما عندهش وجود. حرة عبارة الثورة اللي حسينا بها نحن توا في 14 في كل شيء، هذاك هو الاستقلال اللي حسوا به في الزنة ديك تاع عام 56. الاستقلال هو حرية البلاد وحرية المواطن وإلى غير ذلك المشتقات الأخرى. وبالجدي ويحتفلوا به بالورد. ما يمثل حتى شيء، عمره ما يمثل شيء. كان استعمرتنا بقت استعمرتنا فرنسا، خير كانت مستعمرتنا فرنسا رانا نخدموا لاباس علينا. ما مثل تونس باختصار ما فيها يمثل تونس كاملة، تونس كاملة فنانيها ممثلينها بالدنيا الكل. أما مالوغوزمون ما عادش يحتفلوا بيه كما قبل الثورة كانوا يحتفلوا فيها. ما لها فرحة هكا تبدأ، لأن هو عيد استقلال يعتبر معناها رمز ومكسب معناها قوي، معناها لتونس خروج معناها الاستعمار الفرنساوي معناها من البلاد واحد كل شيء، هذا معناها شيء نحتفلوا به سي نورمال. فهمني كيفاش ما نحتفلوش به؟ عمره ما يصير. فهمت وين الاستقلال؟ وين ترى فيه الاستقلال؟ كل شيء تدخلوا فيه، كل شيء كل شيء كل شيء تصوروا في مخ هذا الاستقلال كاك وبر بابي ودوكيمون حاجه كيف ما فماش استقلال. استقلالها كرامتها الكل قيمتها قدرها وكل هذاك الاستقلال شي مثل استقلال معناها معناها استرجع لك الكرامه بتاعنا ونحكم في رواحنا ونحكم في الموارد بتاعنا، هذيك هو الاستقلال اللي نفهمه. حتى شيء خاطر الاستقلال مشي على روحه وتوفى مع حاجات ما اهم معناها انا برشا مشاكل لازم نشوفهم، مش نقعدوا عايشين مع الاستقلال. بون بالنسبه لنا احنا مازلنا ما خدناش استقلال خاطر مازلنا مستعمرين. جو فيري جاو ان جو دو فاكونس جو فيري جو فيري حاجه تم تمثل كل مثلا استقلال استقلال تونس هكا هاي ساكونت من عام 56 تو مستقلين ان شاء الله نتحسنوا اخير وكا هاو يعني انا برشا في القديم التواصل معناها هذا تاريخ ونضال نتاع الشعب كامل معناها فهمتني هذاك الشيء يعني لي هو اقوى رمز بالنسبه للدوله والجمهوريه التونسيه معناها هو يمثل تضحيه نتاع الشهداء وهو معناها اول لبنه في تاسيس الدوله الحديثه اللي احنا قاعدين توا نتمتعوا بالمنافع نتاعها. يمثل العباد ثم عباد نمثل لهم حتى شيء الله يرحم كل من مات بعيد استقلال وخدم بحقيقه